السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس الرقي الأهلية. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. طبعا يا أولاد احنا خلصنا المنهج بتاعنا، والحين بنراجع في الديكشنري. ديكشنري يعني القاموس اللي هو في آخر الكتاب. خدنا بيج 60، خدنا صفحة 60، تمام، اللي هي بيكتشر ديكشنري يعني القاموس المصور. خدنا من المرة اللي فاتت colors اللي هي الألوان، orange يعني برتقالي، pink اللي هو الوردي، brown بني، black أسود، و white يعني أبيض. خدنا ال adjectives اللي هم الصفات زي fat يعني بدين أو سمين، سمين دب يعني، و long يعني طويل. خدنا ال actions، ال actions اللي هم إيه الأفعال زي stand up قف، sit down اجلس، turn around يعني استدر، touch يعني المس، و clap your hands يعني صفق بيديك. خدنا الكلوث، كلوث يعني الملابس، الجمع برضو تنطق كلوث ملابس، زي شوز يعني حذاء، طبعا جمع شو يعني فردة واحدة، شوز يعني حذاء، trousers يعني بنطلون، shirt يعني قميص، dress يعني فستان، vest اللي هو السترة الصدرية، هات يعني قبعة، جامبر يعني اللي هي سترة لعب القفز، وثوب اللي هو الثوب. تويز خدنا التويز اللي هي الدمى والألعاب، يويو اللي هي لعبة اليويو، بلين يعني طائرة، كار يعني سيارة لعبة، دول يعني دمية، تيدي بير يعني دمية الدب، بالون اللي هي بالون، وبايك يعني سيكل أو دراجة، روبوت يعني إنسان آلي، وكايت يعني طائرة ورقية. اليوم يا أولاد هاتولي بيج 61، صفحة 61 يا أبطال، 61 هنراجع فيها يا أبطال حاجة اسمها البادي، بادي أو بودي، بادي أو بودي نطقين صحيح. بادي معناها الجسم، الجسم. عندي أول حاجة اسمها ears، ears يعني آذان اللي هم الأذنين. عندي ear اللي هي أذن واحدة، one ear two ears، one ear يعني أذن واحدة، two ears يعني أذنين. بعد كده eyes، eyes يعني عينان، one eye يعني عين واحدة، two eyes يعني عينين. بعد كده mouth، mouth خلي بالك ال th th th، mouth يعني فم، تمام. وفي mouse، mouse لما أقول mouse كده بدأ بالاس يا أولاد اللي هي معناها الفأر. بعد كده nose، nose يعني أنف أو خشم. بعد كده head، head يعني رأس. بعد كده arms، arms يعني ذراعين أو ذراعان. بعد كده legs، legs، legs يعني أرجل أقدام، بس الأرجل اللي هي الرجل الكاملة يعني، تمام. عشان عندي foot يعني قدم اللي هو الكعب، الفوت اللي هو القدم، وفيت اللي هي أقدام، هناخدوها برضو تحت. يبقى legs معناها أرجل، hands، hands يعني أيدي، تمام. بعد كده تيل، تيل يعني ذيل اللي هو للحيوان يعني الكات مثلا او الدوج. بعد كده فيت، فيت يعني اقدام. بعد كده فينجرز، فينجرز يعني اصابع. بعد كده توز، توز يعني اصابع القدم. يبقى فينجرز دي معناها اصابع اليد، فينجرز فينجر صبع بس اللي هو ايه لليد، فينجرز اصابع اليد، توز يعني اصابع القدم. بعد كده تيث، تيث يعني اسنان. طيب نيجي لقسم تاني اسمه فود، فود يعني ايه يا ابطال؟ فود معناها الطعام. طيب اول واحده عندنا ايه؟ ستروبريز، ستروبريز، ستروبريز معناها الفراوله. الجمع دي جمع، المفرد بتاعها ستروبري، ستروبري، ستروبري بعد الار، ار واي. لما اجيب الجمع يا اولاد لاي كلمه اخرها واي يسبق حرف الواي حرف ساكن كونسونانت، احذف الواي واضيف اي اي اس، يبقى ايه؟ ستروبري، ستروبريز اللي هو ايه؟ الفراوله. بعد كده grapes، grapes، grapes يعني عنب، برضو grape اللي هي حبة عنب، grapes يعني عنب. dates، dates، dates يعني تمر، date يعني تمرة واحدة تجيب معنى تاريخ. بعد كده bananas، bananas، bananas يعني موز، المفرد بتاعها بنانة، موزة واحدة. بعد كده oranges، oranges، oranges يعني برتقال، orange يعني برتقالة واحدة. بعد كده carrots، كاروت يعني جزرة واحدة، كاروتس يعني جزر جمع.
بعد كده eggs. eggs يعني بيض، مجموعة من البيض، و egg يعني بيضة واحدة. beans، beans يعني فاصوليا أو فول، الاثنين فاصوليا أو فول. beans. بعد كده pizza، pizza النطق بتاعها pizza هي البيتزا. بعد كده ice cream، ice cream، ice cream اللي هي مثلجات. بعد كده pasta، pasta، pasta اللي هي مكرونة. مكرونة ايه؟ رايس، رايس، رايس يعني أرز. طيب نيجي تحت أول حاجة اسمها various، various اللي هي منوعات، أشياء متنوعة. أول كلمة عندي اسمها van، van يعني سيارة، van. بعد كده جنبها present، present، present يعني هدية، so gift، present يعني هدية. bed، bed، bed يعني ايش؟ سرير. بعد كده بوكس، بوكس، بوكس يعني صندوق أو كرتونة. بعد كده فن، فن، فن يعني زعنفة، زعنفة السمكة. بعد كده روز، روز، روز يعني وردة أو زهرة. بعد كده ريد، ريد، ريد يعني يقرأ. أتمنى تقرأوا الكلام ده يا أولاد وتراجعوا على الحاجات اللي احنا أخذناها، وشكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. See you later and goodbye.